السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي القناة الثقافية HD Vlog، مرحبا بكم من جديد. قبل البداية أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بلايك، شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم سوف نأخذكم في جولة إلى مدينة تسقطين. جماعة تسقطين هي جماعة قروية تابعة لقبيلة أيت بويحي الريفية الأمازيغية بإقليم الناظور، وتتموقع في وسط جنوب هذا الإقليم في شمال المغرب، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 15,000 نسمة. إذن أترككم مع هذه الصور ونلتقي في آخر الفيديو لنتابع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع، مع السلامة.